الدعامة أجعلوا حربهم دي بحجة جلب الدقل وقراطية لأهل السودان. انتوا عارفين اشتغلوا شفشفة لأي شيء لاقوه، عربات المواطنين، البنوك، الدوائر الحكومية، الممتلكات العامة والخاصة. الحاجة اللي ما قدروا يشفشفوها قاموا بتخريبها وحرقها. لكن في فيديو تم بثه من إحدى غرف القوات المسلحة في مصفى الجيلي، انتوا عارفين المصفى بقى محل تخزين عربات المواطنين المنهوبة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر، الرد الإلكتروني. شوف عشان تعرف الجنجة وصلوا يا تدرج، ده مصفى الجيل. شوف عربات المواطنين، كمية العربات بتاعت المواطنين، شوف تقول لك كمية بتاعت عربات بتاعت المواطنين بطريقة ما عجيبة. دي كلها عربات بتاعت مواطنين، شايفينها كلها عربات مواطنين، شايف؟ شوف شوف الله يا جنجة، نحن لكم بالمرصاد يا جنجة. ها اسمه الردع الإلكتروني، ده اسمه الردع الإلكتروني. أي حاجة نحن راضينها، أي حركة، أي حاجة. شوف شوف عربات المواطنين، شوف 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 الناس اللي وصلت ودري، شوف شوف كمية العربات دي، ها شوف كمية العربات بتاع المواطنين، شوف بس خليك شايف انت. كل ده نحن عايزين جرازين، ونحن سيبنا الرد على الإلكتروني قاعد اللي يقوم بس ها لا ينجا بلد ضدها قضيهم خلاص، كله شايف انه كله انا عندكم مدفع 120 قاتلين هنا من جغم، ده باقي الجغم بتاعه شايفينه، باقي الهلاك بتاعه مدفع كنتو خاتلين هنا، ده كله راضينه. رد الالكتروني، الله اكبر الله اكبر.